احتضن ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مهرجانا فنيا أقامته مديرية العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية بمناسبة تأسيس مسرح الشرطة الجوال، حيث ستقدم هذه الفرقة عرضا أسبوعيا يحاول التواصل مع هموم الشارع العراقي وتقوية أواصر الترابط بين المواطن وأجهزة الوزارة. من خلال التواجد مع المواطنين أسبوعيا وبعرض مسرحي مسائي لقسم الفنون التشكيلية في وزارة الداخلية مباركة من قبل السيد الوكيل الإداري للوزارة. طبعا تواجدنا الميداني اليوم هو لنقل الصورة الحقيقية للعلاقة بين قوات الأمنية وزارة الداخلية تحديدا وبين المواطنين. محاولة الاقتراب من المواطنين عبر استغلال الجانب الثقافي والفني والقدرة التي يوفرها المسرح كوسيلة تخاطب هي خطوة فعالة من المتوقع أن تأتي بنتائج أكثر من الخطابات المطولة والندوات المتكررة، هذا ما تحدث به بعض الحاضرين. هذه الخطوة تعتبر خطوة متقدمة بزيادة العلاقات الاجتماعية ما بين المواطنين والأجهزة الأمنية، من خلال ذلك تستطيع وزارة الداخلية أن تحصل على معلومات كثيرة إذا كسبت ود وثقة الجمهور، وأعتقد هذه الخطوة خطوة فعالة ومؤثرة أفضل من الخطابات والكلمات والندوات. مسرحية الصورة هي أولى الأعمال الفنية التي قدمتها هذه الفرقة وحاولت من خلالها معالجة موضوع البطالة وما يمثله من أرض خصبة لتفشي الفساد المالي والإداري والأمني. سوف ترون في هذه المسرحية معالجة لمشكلة البطالة، الخريجين الذين هم الآن ماذا يعملون؟ تجدهم يبيعون الماء والآخر يبيع السجائر والآخر وهكذا، كيف نعالج هذه المشكلة؟ هل نتخلى عنهم؟ كما شهد المهرجان تكريم أحد المواطنين نظرا للمعلومات التي قدمها لمنتسبي وزارة الداخلية وساهمت بإلقاء القبض على إحدى العصابات المسلحة. موفق مجيد، الحرة، بغداد.